تحتفل بلادنا هذه الأيام بالعيد الستي لثورة 26 من سبتمبر في الداخل والخارج بأشكال مختلفة. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا العيد، وكان حديثهم على الثورة وأهمية الحفاظ عليها والاقتداء بالثوار الأجداد ومواصلة مسيرتهم للخلاص مرة أخرى من هذا الفكر الجاثم فوق الصدور. مشاهدينا الكرام، نبدأ هذا التفاعل مع هذه المنشورات، والبداية من منشور لوزارة الأوقاف والإرشاد الذي قالت فيه: استمراراً لعملية التوعية بثورة 26 من سبتمبر التي رعاها وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد شبيبة، خطباء مساجد مأرب يدعون للحفاظ على مكتسبات ثورة 26 من سبتمبر، استمراراً للأنشطة التوعوية الوطنية التي يقيمها مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب حول القيامة السبتمبرية. وواجب الجميع الحفاظ على مكتسبات ثورة 26 من سبتمبر، حيث أجمع عدد من خطباء مساجد المحافظة على أهمية تجسيد قيام ثورة 26 من سبتمبر لدى الأجيال وأحياء أهدافها والحفاظ على مكتسباتها، وأن الحفاظ على هذه المكتسبات هو واجب على الجميع من خلال مواجهة أحفاد الإمامة ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية وأحياء ثورة سبتمبر من خلال مختلف الفعاليات وعبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالتذكير بأهداف ثورة 26 من سبتمبر وأحيائها في وجدان الأجيال. منشور آخر مشاهدينا الكرام هو لنقيب كلد اليافعي الذي تفاعل مع احتفالات سبتمبر وقال على صفحته في الفيسبوك: ليحتفل الجميع بعيد ثورة 26 من سبتمبر ليل نهار وفي كل وقت وحين، ليس فقط لأنها الثورة الخالدة التي حررت اليمن واليمنيين من الحكم السلالي الكهنوتي، بل ولأن الحوثي يسعى جاهدا لطمس هذه الثورة العظيمة، وعلينا مواجهة ذلك بإحياء الثورة وترسيخ قيمتها وعظمتها لدى الجميع، ختم منشوره بتحيا الجمهورية اليمنية. منشور آخر مشاهدينا الكرام يتحدث عن ثورة 26 من سبتمبر، وهو لمحمد عبد الله الكبودي الذي يضع تساؤلا في هذا المنشور ويقول: هل تتفق مع مؤشر قياس الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي بأن ثورة 26 من سبتمبر هي الثورة الوطنية الأم التي يلتف حولها كل اليمنيين، وأنها الخالدة في وريد كل مواطن يمني، لا يقبلون بتشويهها ولا الاستنقاص منها ولا التشكيك فيها ولا في عدالة القضية التي ثار من أجلها ذلك الرعيل من الأحرار على اختلاف فئاتهم وانتماءاتهم وقبائلهم ومناطقهم دون تمييز. هاشتاغ العيد الستين لثورة 26 من سبتمبر عام 1962 تحيا الجمهورية اليمنية. الكثير مشاهدينا الكرام من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه المنشورات وعلقوا عليها، وخلونا مشاهدينا الكرام نشوف أول تعليق حول ثورة 26 من سبتمبر. هذا التعليق مشاهدينا الكرام هو لأحمد عبد الواحد النعماني ويقول: سلمت أيديهم بنات الفجر عشاق الكرامة، الباذلين نفوسهم لله في ليل القيامة، وضعوا الرؤوس على الأكف ومزقوا وجه الإمامة، صنعوا ضحى سبتمبر الغالي لنهضتنا علامة، خرجوا فلم تيبس على أفواههم شمس ابتسامة، يتمردون على الظلام ويبصقون هنا نظامة. هذه القصيدة ختمها للدكتور عبد العزيز المقالح. تعليق آخر مشاهدينا الكرام، وهذا التعليق أيضا هو لمعاذ علي الكبودي ويقول: يقول معاذ: ثورة 26 من سبتمبر ميلاد وطن انقشع بمولده ظلام الاستبداد، وأشرقت شمسه ولن تغيب أبدا بإذن الله، سلام لأرواح الشهداء والمناضلين الأحرار. تعليق آخر مشاهدينا الكرام وهو لمحمد جبران، ومحمد جبران يقول:
السادس والعشرين من سبتمبر عيد أعيادنا ويوم انعتاقنا من صلف الجهل والفقر والمرض إلى عوالم العلم والسؤدد والحياة. تعليق آخر مشاهدينا الكرام حول العيد الستي لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والاحتفالات التي يحتفل بها شعبنا اليمني هذه الأيام. التعليق وعلي رضوان يقول: السادس والعشرين من سبتمبر سيظل بالنسبة لنا عيد الأعياد الوطنية مهما كانت الظروف. تعليق آخر مشاهدينا الكرام هو لفؤاد بشر، وفؤاد بشر يقول في هذا التعليق: سبتمبر التاريخ، سبتمبر حياة ووطن.